السلام عليكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ دلوقتي انا في المملكه العربيه السعوديه في جده، عامل كورس يتكون من 10 ساعات. ال 10 ساعات دول للمستوى اولا المتوسط، يعني مش حد مبتدئ قوي قوي ولا حد متقدم قوي، متوسط ماشي، وهو اغلب الناس على فكره. الكورس اسمه بزنس انجلش. انا عملت طبعا في جده ايفنتين قبليهم، واحد في الرياض عن الايميل رايتنج، بس ده مش الرايتنج بس، انا بتكلم عن بزنس English. انا بتكلم عن مفردات، عن جمل مهمة جدا، عن برضو الايميل رايتنج بس عملي اكتر. بتكلم على ستايل بصفة عامة، على كلمات بنحتاجها في الاستيراد والتصدير والتوريد، وحتى لغة الـ HR نفسها من ناحية idioms، تراكيب كده معينة على بعضها، ومن ناحية كلمات، ومن ناحية ستايل بصفة عامة يكون بروفيشنال جدا. بجد ان شاء الله في سنتر كونكريت. نشوفكم على خير.